باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار الدهور كلها أمين. هنبدأ مع بعض بمقال صغير للقديس ماري يعقوب السروجي، وإحنا بنقراه هنشرحه. فبيقول ماري يعقوب: هل تريد الإحسانات والنعم الأرضية كأنك أجير يطلب أجرته؟ الأجير يعني الموظف. فيقول: هل أنت بتقف قدام ربنا كموظف عملت شغلك وجاي تاخد أجرتك في الآخر؟ ومن يأخذ الدنيا بدون الله فهو لم يأخذ شيئا. يعني لو ربنا ادالك كل متع الدنيا ديت وكل الطلبات بتاعتك بس ما خدتش ربنا نفسه فما خدناش حاجة. هل تريد أن تكون عبدا له؟ هنفهم موضوع العبد دوت كمان شوية. ومن الذي أخبرك بهذه المشورة؟ إن قدرك عند الله الخالق هو قدر العبيد فقط. يعني ربنا بيبصلك كعبد بس. أتريد أن تبقى بينك وبين الخالق هو فاصلة، لا هو يعبر إليك ولا أنت تعبر إليه؟ فإن ظل هو السيد وبقيت أنت العبد، فما هي سعادة سيد أبقى على عبيده؟ وحدد جفاء السيادة وجعلها الحد الذي لا يزول بينه وبينهم. يعني إيه سعادة ربنا لو هو سيد وخلق شوية عبيد بيقعدوا يعملوا له شوية حركات أو شوية كلمات وخلاص هو السيد وعنده عبيد كتير كتير، فين فرحته هو؟ هيفرح بإيه؟ لما كل دول عبيد عنده هو خلقهم عشان يعملوا له الحركات ديت، أو يقولوا له الصلوات ديت، أو يقروا له التسابيح ديت. وما هي سعادة العبيد وهم يراقبون سيدهم عن بعد؟ يسألون أنفسهم قبل أن يسألوا السيد: لماذا نبقى هكذا إلى الأبد؟ وإيه هي سعادة عبيد؟ بعد ما اتخلقوا على هذه الصورة عبيد عمالين يعبدوا بهذه الطريقة، عمالين يسألوا السيد وبيسألوا أنفسهم: وإحنا ليه خلقنا ربنا كده؟ ليه نفضل كده؟ هو خلقنا عشان نقعد نعبده ونتزل في الدنيا؟ انتهى كلام القديس ماري يعقوب السروجي. إحنا هنتكلم النهاردة عن مستويات يتعامل فيها البشر مع الله، مستويات عبادة. البشر كلهم مش بس المسيحيين، يمكن أعلى المستويات هي دعوة للمؤمنين بس، إنما هنلاقي إن المستويات ديت في كل الأفكار وفي كل الأديان. المستوى الأول هو مستوى العبد. يعني إيه العبد؟ يعني إيه كلمة عبد؟ إحنا النهاردة مش بنشوف عبيد، حتى وإن قلناها كده في كلامنا كده، الواحد شغال عبد في شغله، ولا هو أنا العبد اللي مش عارف مين جايبها لك، موجودة في كلامنا لكن ما بنشوفش عبيد. العبد هو إيه؟ ملكية. كان زمان يعني في سوق كده للعبيد، ويروحوا يشتروا عبد ويجوزوا عبدة ويخلفوا عبيد، دول ملكيتنا، يشتغلوا عندنا ويبقى عندنا مثلا قصر بقى، ودول قاعدين في خن ياكلوا ايه العبيد؟ ياكلوا بقايا الاكل. يعني حاجه ملكيه زي الترابيزه، زي الكرسي، زي لا مؤاخذه يعني لو واحد فينا عنده كلب او قطه ياكل بقايا الاكل كده. ده العبد بتاع زمان، ملكيه. طيب لو عبد ما سمعش الكلام بنعمل فيه ايه؟ تخيلوا كده اللحظات ان احنا عندنا عبد في البيت وما سمعش الكلام، أو زي ما بتشوفوا مثلا في أفلام عن فيها عبيد أو كده، نعمل إيه؟ نعاقبه، إيه العقاب؟ ضرب، صح؟ نجوعه. لازم يسمع الكلام بطريقة عنيفة، لو ما سمعش هيتجلد، هيتضرب، هنبعده عن زوجته نوديها مكان تاني نبيعها بعيد علشان خاطر نوجعهم. فدي كانت العبودية، وده لفظ العبد. يمكن احنا النهاردة مش في دماغنا لما بنقول على عبد كده،
لكن هو كان اللفظ كده. في ناس علاقتها مع الله في الحتة دي، يعني إيه؟ يعني بيعتبروا نفسهم عبيد والله هو السيد، عبيد بالمعنى اللي أنا شرحته. إحنا كلنا عبيد رب، إحنا بنعبد ربنا، ما حدش يعني، هي الكلمة واضحة، لكن أنا قصدي بالمعنى اللي شرحته دوت. في ناس بتتعامل مع الله كده، يعني إيه؟ يعني عشان أنا ما سمعتش الكلام ربنا بيعاقبني، علشان ما روحتش اتناولت قبل الامتحان فحسقط في الامتحان، علشان لازم اعترف قبل الامتحان لحسن ربنا يطلع فيا كل حاجة. وبنتعامل مع الله انه سيد واحنا عبيد، مش كلنا طبعا يعني، وكأنه ربنا طريقته في التعامل معنا هي العقاب. أنا هروح أحط عشور في الكنيسة لحسن ربنا يعاقبني ويعمل لي كده في البيت، أنا هقف أصلي لحسن ربنا يضرب ولادي بأمراض ومش نتقي شر ربنا، إنجاز التعبير. إحنا خايفين أحسن يأذينا بأي شكل، فإحنا هنعمل له اللي هو عايزه. إحنا هنروح نتناول لحسن يلبسنا روح نجس، ما في عقاب هيجي لو أنا ما تناولتش، في ضربة هتيجي. المستوى ده من التفكير حتى عندنا موجود، يعني هقول للأسف، لكن هو موجود في العالم كله. إن أنا مثلا لو وقفت صليت في البيت ومعرفتش فين الشر، ربنا مش هيقبل الصلاة أو مش هيقبل الصوم بشكل معين، وكأن الله فارض فروض بشكل معين. وأكيد في أذهانكم أفكار كتيرة، يعني عن أفكار عندنا أو عند ناس غيرنا، إنه ربنا سيد لو ما تقدملوش الموضوع بالشكل المعين مش هيقبل وحيرفض وحيبقى قاسي على الإنسان وحيعاقب وحينتقم. ما فيش منع نجيب شوية آيات نحطها في غير سياقها، ولي النقمة أنا أجازي يقول الرب، ما هو ربنا برضو لازم. كان عندنا جارة الله يرحمها يعني زمان، كانت بتقول لحفيدتها، كانت بتشجع حفيدتها على الصلاة، كانت بتقول لها لو ما صليتيش بالليل هيجي تمساح ياكل صوابع رجليك. فكانت بتصلي، يعني البنت عملت على لو بتصلي بس من الرعب. ده فكر العبودية، الفكر ده ما ينميش الإنسان مع الله. الفكر ده ممكن يخلي الإنسان يحضر كل يوم قداس، يصلي السبع صلوات وزيادة عليهم، ويعمل كل حاجة بس عارفش يقرب من ربنا، هو مرعوب طول الوقت. والخوف دوت ما يزرعش في الإنسان محبة ربنا. الرعب ده ممكن يطلع في أذهاننا سؤال، طب ما هو في حاجة اسمها مخافة ربنا، هنتكلم عليها كمان شوية، لكن الرعب من الله دوت ما يربيش للإنسان علاقة حقيقية مع ربنا. عامل زي ولد بابا بيعذبه، فلما بيدخل البيت هنعمل اللي هو عايزه بس عشان نتقي شره مش عشان بنحبه. ده المستوى الأول للعلاقة مع الله. المستوى الثاني، وده محشور فيه أغلب المؤمنين بالله في أي دين في العالم، أي حد بيقول ربنا موجود أغلب الناس محشورين في المستوى ده للأسف، مسيحيين وغير المسيحيين. هو مستوى الأجير، قلت لكم يعني الأجير من شوية، الموظف. يعني إيه موظف؟ أنا موظف بروح الشغل بشتغل بتعب بشقى، آخر الشهر بيدوني مرتب. طيب اشتغلت الشهر وبعدين ما ادونيش مرتبي، هعمل ايه؟ مش هروح الشغل. طب انا راجل محترم وجنتل وحمشي معاهم شوية كمان، يمكن كانوا في زنقة الشهر ده، اشتغلت شهر كمان زيادة ومفيش فلوس، هعمل ايه؟ هيجي في يوم من الايام حاسبهم، يعني مش هفضل اشتغل طول عمري كده يعني. فأنا بشتغل
عشان أسباب كتيرة، مش بس عشان الفلوس. كلنا بنشتغل مش بس عشان الفلوس، عشان أسباب كتيرة، لكن مفيش فلوس مش هشتغل الشغلانة دي، هشوف شغلانة تانية. فالأجير بيشتغل وياخد فلوس آخر الشهر، مفيش فلوس مفيش شغل. في ناس علاقتها مع الله كده، أنا صليت لك علشان تحل المشكلة الفلانية وانت ما حلتش، هو إيه لازمة الصلاة؟ أنا بحط لك الفلوس علشان خاطر تبارك في فلوسي في البيت، الشهر ده ما قضاش، أنا حط لك ليه تاني؟ الموضوع وصل لدرجات متكررة. يعني أقول لكم على قصة مش عارف بتحصل معايا كتير بزيادة. قصة كالآتي، بدون أشخاص معينين، الموضوع متكرر، أنا مش قصدي حد معين. تيجي واحدة باباها مريض في المستشفى، أبونا صللنا، أبونا عايزين نطلع حاجة للفقراء يمكن ربنا ينفخ في صورته، تمام تمام تمام. بابا يروح السما، البنوتة تزعل سنة واثنين وثلاثة واربعة من ربنا، ممكن 10 و15، وقابل ناس بقالها 30 سنة ما دخلتش الكنيسة، علشان أنا ما نصليت له وعملت له وسجدت ومطنيات وعشر وكل حاجة بتقولوها وما حصلش. طب ايه لازمته بقى الكلام ده؟ ده فكر العقود التجارية، عليك حاجة يا رب وعليا حاجة، عليا صلي لك وعليك تنفذ طلباتي. ما نفذتش الطلبات نصلي ليه؟ نعمل ليه؟ فكر العقود ده لا ينفع في النمو الروحي، ما ينفعش ما ينفعش. والكنيسة قومته بشدة، كان ظهر كده جدل في حدود القرن الخامس الميلادي، طلع واحد اسمه بيلاجيوس. قال ايه بيلاجيوس ده؟ قال انه الكتاب المقدس، انت عندك كتاب مقدس في البيت، ده كتاب التعليمات، هتنفذ التعليمات دي هتدخل السماء، مش هتنفذ التعليمات دي انت مش داخل. فهو عمل يعني السماء دي مسابقة وشوية تعليمات، واللي منكم هينفذها هيدخل. طب وصليب المسيح ومغفرته ونعمته، وفي يعني الموضوع مش مجرد تعليمات كده مقفولة. في كتاب مقدس هو بيورينا ربنا، لكن مش مقفولة قوي كده. فبلاجيوس كنيسة قالت الكلام ده مش صح وهرتقته. وجي واحد على النقيض التاني تعرفوه كويس، بس أخذ الناحية التانية خالص، اسمه القديس أغسطينوس، بس هو أخذ ناحية تانية بزيادة. قال اتكلم زيادة على النعمة، هي نعمة ربنا اللي تدخل، مش علشان إنسان عايز أو مش عايز، نعمة الله هي اللي بتختار الشخص. هو من خبرته، عارفين قصة القديس أغسطينوس صح؟ من خبرته الراجل لقى أنه هو كان عايش في عز يعني في وسط مستنقع الخطية، وربنا راح جابه. فهو من خبرته بيقول أن ربنا اللي عايز يجيبه هيجيبه، مش مهم الإرادة الشخصية قوي يعني. والكنيسة برضو قالت أن الكلام ده مش صح. طلع واحد حاول يوفق ما بين الاثنين، وده اللي يهمني النهاردة، اسمه القديس يوحنا كاسيان. يوحنا كاسيان هو مش مصري. فكاسيان قال ايه؟ قال هو احنا محتاجين الاثنين، انت لازم تصلي علشان نعمة ربنا تنزل، ربنا مستني ان انت تعمل عمل علشان خاطر ربنا يستجيب، وكأننا بنشتري النعمة، لما تصلي ربنا هيعمل لك كذا. طيب هو مش ربنا بيشرق شمسه على الأبرار والأشرار؟ مش ربنا بساعات بيدينا من غير ما نطلب وأكتر من اللي نطلبه؟ هو مش ربنا ادانا أساسا الحياة دي من غير ما نطلبها؟ مدينا النفس والحياة والكنيسة والحاجات الحلوة اللي احنا عايشينها دي، ومحدش فينا قاعد يقول له يا رب أنا عايز مثلا أجبية، صلاة أجبية توضبها لي علشان أصلي. تلاقي الكنيسة مظبطة لنا الصلاة، الكنيسة مظبطة لنا الأمور، احنا اتولدنا في عز مش حاسين بيه، في نعمة ربنا مديها لنا من قبل ما نطلب.
ربنا جه وفدانا من قبل ما نفكر في الفدا. بيقول كده: وفيما نحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. ما بقيناش كويسين علشان النعمة تشتغل. الإنسان اللي بينمو مع ربنا النعمة بتشتغل معاه بشكل كبير، لكن ده مش معناه ان ربنا واقف يتفرج. ها صليت، حديلك النهاردة، ما صليتش هسحب منك نعمتي. مش بالشكل ده. القديسين يعلمونا ان نعمة الله هي اللي بادية. الله هو اللي بيدعونا ان احنا نقف نصلي، واحنا اللي بنستجيب. احنا بنفكر فيها العكس، ان انا وقفت صليت فبدعو ربنا، يلا يا رب استجيب. انما القديسين يعلمونا العكس، انا رحت صليت فدي دعوة الله اللي انا استجبت، فانا بشكره انه اداني نعمة ان انا وقفت اصلي. مش ان انا داخل اصلي ها يا رب صليت لك مستني التنفيذ، يلا نفذ طلباتي. كده احنا مش بنعبد ربنا، كده بنعبد مصباح علاء الدين. ينفذ الطلبات يبقى حلو وجميل، ما ينفذش الطلبات يبقى مش نافع معانا انت يا رب. فمستوى الاجير هنلاقي فيه اغلب الناس، اغلب الناس المؤمنين إله معين. يعني العالم كله، العالم كله المؤمن بالله. العالم كله اللي بيؤمن بالله، هو أغلب الفكر إن أنا بعمل إيه لله ده، للإله ده، والطريقة تبقى عاملة إزاي عشان يستجيب للطلبات. ندر هنندر، صيام هنصوم، بس احنا عندنا شوية طلبات مفروض تحقق. اغلب المؤمنين باي اله حتى بالاوثان عايزين حاجة، فنقدم شوية ذبايح علشان خاطر الاله يحقق لنا، وحقق لنا هننبسط منه، الهنا قوي وعظيم. ما حقق لناش نزعل منه ونتقمص. وده يخلينا نقف قدام شخصيات في الكنيسة. يعني إذا كنا في كنيسة ماري مرقص والبابا بطرس، فإذا كنا في مكان اللي يخص ماري مرقص، فلو بصينا كده على شخص زي ماري مرقص، هو من ساعة ما عرف ربنا، أنا بتكلم عمليا مش روحيا أو قلبه، عمليا من ناحية الحياة بقى والأملاك والفلوس والزوجة والعيال، ماري مرقص اتدلع في إيه من ساعة ما عرف ربنا؟ ايه يوم الدلع اللي شافه؟ ايه يوم الهنا؟ على المستوى الروحي هم كانوا في السماء، لكن انا بتكلم على المستوى اللي اغلبنا بيتكلم فيه مع الله، ان انا عايز فلوس، عايز وظيفة، عايز زوجة، عايز بيت، عايز صحة، عايز عايز عايز. واحنا لازم نطلب من ربنا، والكنيسة بتورينا ان احنا نطلب من ربنا، بنصلي من اجل المرضى والمسافرين والزروع. انا مش اقول ان لما نطلب يبقى غلط، لكن لو طبقنا كم الطلبات اللي الناس بتتقمص من ربنا بسببها على واحد زي ماري مرقص، هو ايه العدل اللي شافه؟ فين الصحة اللي شافها؟ ده كان يعني، خلونا نتكلم بالبلدي، يعني ماري مرقص يبعد مع المؤمنين كده، يجوا ناس يا جنود يا وثنيين ياخدوه، بياخدوه بذوق، يقولوا له اتفضل معانا البوكس تحت، بياخدوه يجرجروه قدام المؤمنين. يعني لو ماري مرقص معانا دلوقتي يتجرجر على السلم كده ويتاخد لبره كده بكل عدم احترام، ويروح السجن يتمرمط، ويرجع للمؤمنين واخد بقى بشله هنا وطالع له بروز هنا، مش زي الصورة هالة وجميل. لا، الوضع كان صعب يعني، صح ولا ايه؟ حتى الافلام ما تعرفش تصور الكلام ده. فده بياخد ايه ده من ربنا؟ ولا ربنا بيستجيب له في ايه؟ اكيد مش في مستوى يا رب صحتي وفلوسي واسرتي، مش ده المستوى اللي بيفكر فيه ماري مرقص ولا البابا بطرس، صح؟ عارفين قصته، الرجل ما لحقش يتهنى كام سنة وطلع الاضطهاد وعاش في وسطه. فيعني يعني
القديسين اللي حوالينا أيقونتهم وبنتشفع بيهم. إحنا بنتشفع بالقديسين عشان يشفونا من أمراض هم نفسهم عاشوا مرضى وفي حالات قحط وفقر شنيع، مش علشان أنا مش بقول كده عشان ما نتشفعش بيهم في إحنا محتاجين نطلب من الله كل شيء، الله هو أبونا، ولكن لتكن إرادته في حياتنا. شو ده اللي بنصلي له؟ لتكن لا إرادتي بل إرادتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. ما ينفعش أكون محشور في مستوى الأجير، عملت لك اعمل لي، أديني صمت لك الصيام ده علشان خاطر تحل لي مشكلة ابني. طب لو ما تحلتش هنفضل نعرف ربنا ولا مش هنعرفه؟ الأمر ده محوري في علاقتنا مع الله، لأن كتير بيتعطلوا عنده، كتير بيقفوا عملت لك وسويت لك، صليت يا ابونا 3 مرات علشان الموضوع وما حصلش حاجة. مدينة بنصلي اهو ما فيش حاجة بتحصل، واحنا بنصلي ليه؟ هل بنصلي عشان طلباتنا تتحقق فقط؟ زي ما بقول لكم علاء الدين هو الحل، المصباح بتاعه مش ربنا. ربنا أب، وده ينقلنا للمستوى الثالث. احنا قلنا ايه المستويين؟ اول واحد العبد، ده بيجي بالخوف والرعب والتاني اجير، ادفع لك تديني، ما تدتنيش مش هدفع لك تاني، علاقة تجارية. قبل ما نقفل الاجير هقرا لكم حاجة الانبا انطونيوس جميلة، يقول: ولكن إذا كنا بالصلاة وأعمال الرحمة نتوب ونتخلص من خطايانا، إذا كنا بالصلاة وأعمال الرحمة نحن نساعد حد، ندي فقير عشور، أيا كان أعمال الرحمة، نتوب ونتخلص من خطايانا، فهذا لا يعني أننا قد استملنا الله نحونا وأجبرناه على التغير. مش معنى ان انا صليت او اديت حاجة الفقير فان معنى كده ان ربنا هيقول لي يلا بقى ده انا هدي لك كل الغنى اللي في الدنيا، يلا هحقق طلباتك، وكأن الله قاعد بيحقق الطلبات للي بيديله اكتر. ولكن الحقيقة اننا نحن بعودتنا الى الله نكون قد شفينا من شرورنا ونتمتع ثانية بصلاح الله. احنا لما نقرب احنا نتشفي، احنا لما نصلي احنا نستفيد، مش لازم تحصل الطلبات، وان كان بنطلب من الله كل شيء ولكن مش لازم تحصل. ونتعلم من المسيح نفسه ان احنا لو طلبنا حاجة من الله نقول له: ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك. فالله هو ابونا وملجأنا واللي لازم نلجأ له ونطلب منه كل شيء، إنما ما تنفعش العلاقة تبقى لست الطلبات، ولو حققها يبقى إله جميل وعظيم، ما حققهاش يبقى ما يستاهلش. المرحلة اللي احنا فيها التانية ديت، مرحلة الأجير، بتسبب جزء كبير من الإلحاد اللي بنشوفه عند الشباب. ليه؟ ماما تقول له اقف صلي حبيبي قبل الامتحان عشان ربنا يقف معك، ودي حاجة كويسة مش وحشة، اقف صلي عشان ربنا يقف معك. فهو وقف صلي راح الامتحان، وعلشان هو ولد أمين مرضيش يغش، جه زميله اللي جنبه اللي ما يعرفش المسيح أساسا اللي قاعد يغش يجيب درجة أعلى. يعني أنا اللي ما غش ربنا يسيبني أقع كده؟ فين ابنه وفين مش عارفة ايه؟ مش بس الولاد، الكبار يعني، انا في شغلي مش راضي اخد رشوة وماشي عدل، وزميلي اللي جنبي يغير شقته ولا عربيته علشان بياخد، فينك يا رب؟ يعني انا قدمت لك، بمعنى اخر اللي احنا بنوصفه بقى، انا قدمت لك عمل، انا عبدتك، ما ادتنيش البركات والغنى، فلان اللي بينكرك وبياخد رشوة وبياخد وبياخد يبقى عنده؟
ينفع؟ فينك يا رب؟ ده الحاد صغير كده، فكر الحاد برعم الحادي. ليه؟ لان انا في خيالي ان المفروض لما اصلي او ان انا امشي ورا ربنا، ربنا يخدق علي بانهار من الفلوس والدولارات والغنى والعربيات. ده هو كده. انما لو انا كنت بتبعه علشان انا عايز اتبعه، فانا ماليش دعوه بالتاني اللي اخد رشوه ولا التاني اللي غش. فاهمين قصدي ولا رحتوا مني؟ ماشي. الموضوع دوت جدعون سأل فيه ربنا، جاله ملاك الرب بيقول له الرب معك يا جبار البأس. فهو قال له ايه؟ الرب معك. راح جدعون اخدها من بقه وراح رد عليه قال له ان كان الرب معنا لماذا اصابتنا كل هذه؟ فين ربنا اللي بتقول عليه ده؟ لو ربنا معنا رد ملاك الرب ليه ايه؟ ما ردش على السؤال. هو السؤال كان ايه؟ لو ربنا معانا ليه حصل لنا كل ده؟ مفيش اجابه. قال له اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل، قوم اشتغل. ما قالوش بقى ما هو انت ما عملتش وانت سويت. ودي خدوها قاعده حتى خارج الكلام بتاعنا على سؤال ليه؟ ليه كتير ربنا ما يجاوبش عليه؟ أرميه يقف قدامه يقول رب إلى متى تنجح طريق الأشرار؟ سؤال كلنا بنسأله. يعني رب أنا ماشي وراك وبصلي وبصوم وفي الآخر الأشرار ينجحوا، هي دي آخرتها؟ مفيش إجابة لا عند أرميا ولا عندنا. الإجابة مش في ليه، إحنا ما نعرفش ليه، لكن هنتكلم أكتر في المرتبة اللي بعد كده. لكن أنا قصدي إن حتى الأنبياء السؤال ده تعبهم. يعني يا رب إحنا شعبك، يدعون بيقول له كده، إحنا شعبك وأنت المفروض تبقى معانا، في الآخر تسيبنا للأعداء. ده رد كل واحد فينا لما بيشوف نجاح حد جنبه هو في رأيه إنه ما يستاهلش النجاح. اللي جنبه غش، اللي جنبه أخذ رشوة، اللي جنبه عمل، هو دي آخرتها؟ دول ما يستاهلوش، لكن أنا بعبدك تسيبني؟ فهمتوا ليه أقول لكم إن أغلب المؤمنين بأي إله في المحشورين في الحتة دي؟ لأنه فعلا أنا مستنيك تيجي تعمل حاجة، أمال أنا بعبدك ليه؟ مش عشان تديني وتديني وتديني وتخلصني، والوحش الشرير اللي انا شايفه ما يستاهلش ده تنزل عليه صحقه وتقتله؟ هو المفروض كده، انت الله العادل بقى. فاغلب المؤمنين وللاسف في وسط المسيحيين، اغلب المؤمنين باي دين وفي وسط المسيحيين محشورين في الاجير في الموظف. عملت لك اتفضل هات. إنما زي ما قلنا ربنا مش مدير شركة وأنا موظف علشان يديني في الآخر، إنما ربنا إيه؟ أب. يبقى هو دعيني إن أنا أبقى إيه؟ ابن. ده المستوى الثالث. المستوى الثالث القديسين، يعني السيد المسيح نفسه يقول لا أدعوكم بعد عبيد، لا أدعوكم عبيد، مع إننا في كلامنا بنقول إحنا بنعبد ربنا، هي مش كلمة غلط، لكن افتكروا معنى العبيد. انتم مش عبيد بالشكل ده اللي هو انت جاي تتمم شوية طقوس وتعمل شوية حركات عشان الاله ما يغضبش عليك، عشان لو ما عملتهاش صح ربنا هينزل صعق عليك. لا، هي مش كده، انت مش عبد بالشكل ده. لا ادعوكم بعد عبيد، لان العبد لا يعلم ما يفعله سيده، لكن ادعوكم احباء. فالمستوى ده نقدر نسميه زي ما المسيح قاله كده، احباء، حبيب او ابن. زي ما لما التلاميذ قالوا له علمنا كيف نصلي، ابتدى بإيه؟ أبانا. في العهد القديم ربنا حاول يفهمهم إن هو أب وفشلوا. يعني يقول كده في العهد القديم إسرائيل ابني البكر، لكنهم ما قدروش يفهموا يعني أب. إنما المسيح من البداية وضح لنا لما نيجي نصلي نقول أبانا. إذا كنت هتؤمن بالمسيح
فأنت بتؤمن أن الله الآب أبوك مش حاجة تانية. لازم دي تبقى قاعدة كده، دي أول حاجة بنتعلمها وإحنا عيال صغيرة، أول حاجة يتعلمها لو حد جاي للإيمان هنصلي نقول إيه؟ أبانا. القناعة الأولى في المسيحية قبل ما نتكلم على ثالوث وقبل ما نتكلم على أول قناعة بنزرعها في الطفل أو في المؤمن الجديد أبانا. ونادرا ساعات ما بنفكر فيها كتير، إنما هو أب، وده معناه إن أنا ابن، وده معناه إن أنا لو أنا ابن كويس، فكروا معايا في ابن كويس لأب كويس، كلكم أباء حلوين، ففكروا معايا لو عندي ابن كويس، ابني يحب يجي يقعد معايا، ابني لما يدخل عليا مثلا يقول لي تحب تشرب حاجة ويجيب لي كوباية شاي، مش لما يجيب لي كوباية شاي يقول له عايز كام النهاردة؟ دي علاقة إيه دي؟ عايز كام؟ علاقة أجير، هو عمل حاجة عشان ياخد قرشين. لو دي العلاقة اللي ما بيني وبين ابني يبقى العلاقة مش سليمة قوي. إنما ابني يحب يجي يقعد معايا ويحب يعمل لي عمل زي ما بقول لكم، يعمل لي كوباية شاي بدون ما أديله فلوس، ولو اديت له يفرح ولو ما اديتلوش يفرح. فوجودنا مع بعض هو اللي يفرح، مش الفلوس، أو بمعنى بقى لما نطبقها على ربنا مش العطية والطلبات. لما اطلب من ربنا حاجة ويحققها افرح، يا ليه لا، ما دي حاجة حلوة. ولما ما يحققهاش افرح، لان انا ابنه، انا معاه. لو طلعنا البطاقة كده احنا مش هنعرف نتبرى من ابوه، انا ما اعرفش اتبرى منه، حتى لو قال لي امشي بره بيه ما اعرفش اتبرى منه، ما اعرفش، هو كده خلاص اتكتبت. مفروض علاقتنا مع ربنا كده اتكتبت، انا ابنه، مش لما يحصل حاجة تقمص اصلا انا زعلان من ربنا، اصل يا ابونا لو انت رايح للبابا كرولوس قول له انا مخصماه، معرفش اكيد مش انتوا اللي بتقولوا الكلام ده، في ناس تانيين بيقولوا لي الكلام ده. عرفنا انك رايح مريمينا، لو هتروح عند بابا كرولوس قول له ان انا مخصماه. احنا بنخصم القديسين، وبعدين نقولها في كلمه لطيفه، اصل ده عشم. هو ايه ده؟ ده عيب الكلام ده، ده مش عشم. لسنا أهلا أن نتشفع في طبوية أولئك القديسين زي ما قداس كورولوسي بيقول. ما ينفعش أقول لهم خصمك يا رب، هروح فين؟ هروح فين؟ هو مالي الأرض، مش هينفع أروح له في حتة تانية بعد عنه. فإحنا من المفترض أن كمسيحيين، وده تشوفوه فرق ما بيننا وما بين أي حد، المستويين الأولين أي حد ممكن يبقى فيهم، كمسيحيين مش أي حد يقدر يدعو الله أبوه، حدش يعرف يتعامل مع الله كأبوه، في حقوق وواجبات وفرائض بتحجز ما بيننا وما بين، ما عملتهاش ما تعرفش تتقدم إليه، يعني ما ينفعش، صح؟ فاهمين قصدي ولا أوضح أكتر؟ تمام. المستوى دوت هو المستوى اللي نما إليه القديسين العظام، اللي ماري جرجس يدخل السجن سبع سنين. أنتم متخيلين أنا لو دخلت سبعة أيام سبعة أيام ده مصيبة، سبع سنين. طب هو صلى كم مرة في السبع سنين عشان يخرج مثلا؟ أكيد أكيد صلى، يعني مش غلط إنه يقول له يا رب، مش حاجة غلط، يعني بولس لما كان عنده ألم في الجسد صلى، من يقول طلبت من أجلها ثلاث مرات، صلى ربنا ثلاث مرات عشان يشفي، وربنا قال له لا تكفيك نعمتي، فأكيد يعني طلب مش غلط، لكن سبع سنين، وسبع سنين إيمانه ما يتهزش، إيمانه يزيد، ده إيه المعادلة الغريبة دي؟ سبع سنين يدخلوا له واحدة شريرة تسقطه في الخطية تطلع منه مقدسة مسيحية، أنهي دماغ كده؟ كان أبسط سؤال هو لو ربنا معايا بيحصل لي ليه المرمطة دي؟ بس دخل السؤال دوت خسرنا ماري جرجس، لو كان دخل السؤال ده ثانية بس خرم حتة كده في المخ خسرنا الرجل. لكن واضح جدا أنه ما كانش بيتعامل كأجيل، وده ما كانش شخص عادي اللي هو كان عايش عيشة عادية وبعدين راح دخل السجن، ده كان قائد القوات يعني.
يعني إذا كان في أي رفاهية في الدنيا فهي عنده. يعني بكلامنا النهاردة هو ساكن في أحسن فيلا ممكن تشوفها، في أحسن مكان مثلا ممكن تعرفوه، معاه ماسك أحسن موبايل ممكن نسمع عنه، هو عيشته كده. يعني ده أمير وسط أمرة وابن أمرة، فعيشته عاملة إزاي؟ إنه يدخل السجن 7 ساعات دي مرمطة، لكن 7 سنين. فواضح إن مريجرجس كان متبت بقى إنه ابن قاعد في الحتة دي، محدش يعرف يزحزحني، مش اللي هو الطلبة دي ما تحققتش ومخاصمك يا رب وينفع تعمل كده، مفيش عنده، ما دخلتش الفكرة أساسا، لا هو ولا أي قديس. يعني احنا لو مشينا عليهم هنلاقيهم كلهم كده، يعني الأسماء العظيمة أنبا أنطونيوس زي ما اتفقنا، ماري مرقس والبابا بطرس ما ينفعش الموضوع عليهم. وفوق الكل من العذراء ده، دي يعني اللي تخطت الجميع، في ان الراجل بيقول لها من البدايه يجوز في نفسك سيف، يلا هنعمل ايه؟ احنا معاك يا رب، مش يجوز في نفسك سيف، لا 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 مالناش في اللعبه دي، طلعوني بره مش عايز العب معاكم. يجوز في نفسك سيف. فالمستوى دوت هو المستوى اللي بينشئ قديسين. خلي بالكم أنا مش بتكلم على مين داخل السماء، يعني ممكن زي ما اتفقنا في الأول خالص عبد، يعني عبد يعني خايف من الله جدا، مرعوب، مش بيخاف الله مخافة، هو مرعوب فبيعمل كل حاجة صح. يدخل السماء ولا ما يدخلش؟ مش إحنا اللي هنحكم مين يدخل وما يدخلش، ربنا يقبله، احنا هنقول له يا رب ما تقبلش ده عشان مش شغلانتنا. لكن ومش بقول ان الابن بس هو دوت اللي داخل السماء، مش شغلانتنا، انما انا لو عايز النهارده اشوف نمو روحي ما بيحصلش في العبد دي اكيد. المرعوب مرعوب مرعوب طول الوقت دوت، يسميها ماري عقوب السروجي انها قيود، العبوديه قيود، ما تخليش الانسان يعرف ينضج ويبقى عنده حريه. فالمستوى اللي يضمن للإنسان أنه ينمو أنه يثبت كلمة أنا ابنك يا رب، أنا حبيبك يا رب، أو زي ما هنشوف حاجة دلوقتي أنا صديقك يا رب، كلمة غريبة يمكن على ودنا بس في قديسين قالوه، تكلموا عن صداقة الله، ده يثبتها، يثبتها وهو بيترفع، بيرفعوه في شغله وفي وظيفته وفي ماله، أنا ابنك يا رب، أنت اللي أبويا اللي سبب كل ده، ويثبتها وهو بيداس عليه والظروف بتدوس عليه، أنا ابنك يا رب وبتاعك، أنا هنعمل إيه؟ أنت أبويا وما مش عارف أروح لحد تاني. يثبت دي ويقعد في المرتبة دي وما يتحركش، ما يتزعزعش، هو ده اللي ينمو روحيا. هختم زي ما ابتدينا بماري عقوب السروجي، هختم بحاجة قالها القديس غريغوريوس النيسي. القديس غريغوريوس النيسي ده أخو القديس باسيليوس، عارفين احنا قداس الباسيلي اللي بنصليه، أخوه اسمه غريغوريوس، كان أسقف بلد اسمها نيسوس، فدوت كان اسمه النيسي. فالقديس غريغوريوس النيسي كتب كتاب عظيم جدا اسمه حياة الكمال، بيتكلم فيه عن حياة موسى النبي وبيوصفها بشكل رمزي، ازاي موسى ده تدرج إلى أن وصل للكمال. ففي الختام خالص بيقول لنا ايه بقى؟ ذلك هو الكمال الحقيقي. ايه هو الكمال؟ اللي كلنا نفسنا فيه، يعني ما بنحاول فبنبص له عشان بس عادش يفتكر نفسه انه كويس كده وخليه زي ما هو، احنا فيه كمال بنحاول. فبيقول ذلك هو الكمال الحقيقي، وهو ألا يزاول الإنسان الحياة الخاطئة خشية العقاب على سنة العبيد. الكمال مش معناه ان الانسان يمشي صح وهيمشي صح بس مرعوب زي العبيد، مش ده الكمال. ولا يكب على الصلاح طمعا بالثواب، متجرا بالحياة الفاضلة في ذهنية الكسب او ترتيبات العقود. يعني ايه؟ يعني مش هيبتدي بقى يعمل صلاح، ده انا حدي فقرة وصلي، طمعا بالثواب، هيا يا رب صليت لك اديني ثواب،
احسب لي كده حسبة كده، اديني عليها ثواب، اديني حاجة زيادة، اشفي لي، اعمل لي وسوي لي. هو بيعمل بقى صلاح، بيعمل صلاح كتير، بس عشان عايز حاجة معينة فقط، مش عايز ربنا، وعايز الحاجة. والحياة الفاضلة بالنسبة له، هو عايش فضيلة، الحياة الفاضلة في ذهنية العقود. يعني ايه؟ عملت لك النهاردة، النهاردة صليت كذا، ونكتب بقى يلا ديني موظب على بكر وغروب والنوم، نشوف اخرتها ربنا هيعمل ايه بقى. اديتك كل دولت، هتديني ايه؟ ده العقد، عملت لك فتعمل. بيقول ولا ده الكمال. خلي بالك هو بيتكلم على اتنين عايشين حياة فاضلة، مش حياة شريرة. بل يتطلع إلى ما فوق جميع الخيرات المعدة لنا بحسب الوعود. أو في خيرات كتيرة، احنا خيرات فيها ان ربنا يدينا في الارض، زي ما قال لبطرس انه هيدي حاجات كتيرة مع اضطهادات، وفي خيرات معدة ابدية. حتى دي مش هي الامل بتاع الانسان. يعني اقول لك انك هتاخد كذا في السماء، مش بتاعتنا دي اللغة دي، ما تسمعهاش. هتاخد كذا، هيبقى عندك فيلا وهيبقى عندك حاجات، مش بتاعتنا، مش هو دوت. يتطلع إلى ما فوق الخيرات المعدة ولا يخشى إلا أمرا واحدا. يخشى هنا يعني إيه؟ يخاف. هو ده مخافة الله، نقراه. لا يخشى إلا أمرا واحدا، وهو أن يفقد الصداقة الإلهية. دي مخافة الله. أنا مش عايز أخسر علاقتي مع ربنا، ربنا أبويا، أخاف أخسر، مش أخاف أترعب لحسن يرمي علي صعقة لما أعمل الغلط. فاهمين؟ ده المخافة. فبيقول لا يخشى إلا أمرا واحدا، وهو أن يفقد الصداقة الإلهية ولا يعد شريفا ومحبوبا. ما فيش حاجة عنده تبقى شريفة أو محبوبة، حاجة لها قيمة في الدنيا، إلا التوصل إلى صداقة الله. هو ده، هو ده الكمال. أنا عايش ليه؟ عشان علاقتي مع ربنا تزداد يوم بعد يوم، أبقى صديق لربنا. إيه اللي بخافه؟ بخاف أخسر الصداقة دي عشان أنمو معاه. لكن أنا ابن، وبثبت في البنوة، وبثبت في الصداقة. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.